الوطنية للانتخابات تعلن عدم تلقيها أي طعون على الانتخابات الرئاسية خلال الموعد المحدد حسب الجدول الزمني، وأن النتيجة الرسمية في 2 أبريل القادم. إضراب شامل يعم البلدات الفلسطينية حدادا على أرواح شهداء المجزرة الإسرائيلية في يوم الأرض. الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر صاروخا باليستيا فوق نجران، والتحالف العربي يستهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي بالبيضاء اليمنية. لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في نشرة منتصف النهار من قناة النيل للأخبار. أهلا بكم، البداية بعد الفاصل. أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف أن الهيئة لم تتلقى أي طعون خلال الموعد المحدد حسب الجدول الزمني، وأوضح الشريف إلى أن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية ستعلن يوم 2 أبريل، وأوضح أنه تلقى الحصر العددي من جميع المحافظات وجاري إعداد النتيجة النهائية. في القاهرة قال عبد الله ديوب وزير خارجية ماليا الأسبق الذي رأس بعثة الاتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية أن العملية الانتخابية تمت في جو سلمي للغاية وفي بيئة آمنة. لم نلاحظ منع أي من الناخبين من ممارسة حقهم الشرعي في الانتخابات، بل كان هناك تسهيل لكل من جاءوا إلى اللجان الانتخابية ومساعدة خاصة لكبار السن لتمكينهم من الإدلاء بصوتهم بشكل صحيح. عقد اليوم مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات، إضافة لتقارير جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات. ويستعرض مجلس الوزراء عددا من مشروعات القوانين والقرارات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، إضافة لمتابعة إجراءات توفير احتياجات المواطنين من الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مجلس الوزراء مراسل النيل هشام حامد. هشام، كيف تتابع اجتماع مجلس الوزراء وأهم الملفات التي يتم مناقشتها؟ الوزراء مستمرا حتى اللحظة والذي انطلق قبل أكثر من ساعة لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية والمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المخطط لها. يعني لابد أن نشير هنا إلى أن هذا الاجتماع هو الأول بعد اعتماد أو إرسال مشروع قانون موازنة العام المالي أو الموازنة العامة للدولة لعام 2018 و2019 إلى البرلمان الأسبوع الماضي، وبالتالي مجلس الوزراء اليوم يتابع التزام كل وزارة من الوزارات بالمخصصات المالية الواردة في الموازنة العامة للدولة. أيضا هذا الاجتماع يأتي أو هو الأول بعد انتهاء انتخابات الرئاسة والتي جرت الأسبوع الماضي على مدار 3 أيام، وبالتالي هناك العديد من الملفات التي يناقشها اجتماع مجلس الوزراء اليوم. نعم حامد، هشام حامد أشكرك شكرا جزيلا من مجلس الوزراء.
تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، من بينها مشروع مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى بحث عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب. كما تستكمل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي مناقشة مشروع قانون الموارد المائية، فيما تناقش لجنة الشؤون الصحية الخطط المستقبلية للعمل على حل مشكلات القطاع الصحي. عم إضراب شامل في كل المحافظات الفلسطينية حدادا على أرواح شهداء المجزرة الإسرائيلية في يوم الأرض. في غضون ذلك، دعت روسيا كافة الأطراف لإجراء مفاوضات برعايتها، وذلك بعد أن فشل مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة في التوصل لاتفاق على بيان مشترك. تواصلا لأعمال العنف الممنهج لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، قصفت فجر اليوم مدفعية الاحتلال وسط القطاع بعدة قذائف مستهدفة مناطق زراعية عامة. جاء القصف غداة يوم اعتبر الأكثر دموية منذ عدوان 2014 على قطاع غزة، حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 فلسطينيا وأصابت المئات شرق القطاع خلال تصديها بالقوة لمسيرات يوم الأرض. تزامنا، أعلن المنسق العام للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية إضرابا شاملا في كل المحافظات الفلسطينية حدادا على أرواح الشهداء، في حين قررت حكومة الوفاق الوطني تعطيل كافة المدارس والجامعات وكافة المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة السبت في إطار الحداد الوطني العام الذي أعلنه الرئيس محمود عباس على أرواح شهداء إحياء ذكرى يوم الأرض. من جهته، فشل مجلس الأمن في جلسته الطارئة في الاتفاق على بيان مشترك بشأن الوضع المتدهور على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وخلال الجلسة حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة من إمكان تدهور الوضع في الأيام المقبلة، داعيا إلى أقصى حدود ضبط النفس. من جهته، طالب مراقب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة بتقديم المسؤولين الإسرائيليين عن مذبحة غزة إلى المحاكمة الدولية. على مجلسكم الموقر تحمل مسؤوليته واتخاذ موقف لإدانة المجزرة ووقفها وتوفير الحماية لأبناء شعبنا المدنيين، وإذا عطل هذا المسعى في عدم السماح لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، فإن الذين يعطلوا هذا المسعى يتحمل المسؤولية عن التغطية على المجرم الإسرائيلي وحمايته بدلا من وقفه عند حده. وكعادتها، الخارجية الأمريكية أعربت بدورها عن أسفها الشديد للأحداث الأخيرة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التدخل وخفض التوتر، مشددة أن على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات تؤدي إلى تحسين وضع الفلسطينيين ووضع خطة لتحقيق السلام. للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من غزة سيد أمجد الشوى، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. سيد أمجد، بعد التحية، إضراب شامل وحداد وطني عام على أرواح شهداء يوم الأرض بالأمس، كيف ترى المشهد؟ إلى أين يتجه في رأيك؟ هل من المتوقع أن يشهد المزيد من التصاعد والتدهور بالأوضاع خاصة خلال الأيام المقبلة؟ مساء الخير أولا. مساء النور. بالأمس كان يوما فاصلا تاريخ شعبنا الفلسطيني، هذا عادة اعتبار القضية الوطنية الفلسطينية، خروج مئات الآلاف من الفلسطينيين بالأمس ضمن نداء العودة وأيضا إحياء ليوم الأرض وتمسكهم بالأرض كعنوان رئيسي للقضية الوطنية الفلسطينية، هذا تجاوز الكثير من الأمور وبخاصة التفاصيل الإنسانية التي دفع بها الاحتلال الإسرائيلي من خلال حصاره لقطاع غزة ومن خلال الاعتداءات اليومية على شعبنا الفلسطيني. أيضا شعبنا الفلسطيني يؤكد مرة أخرى على تمسكه بحقوقه الأساسية بالعودة، حقه بأرضه، حقه بإقامة دولته.
وايضا حقه بالقدس كعاصمه لدوله فلسطين. الاعتراف الامريكي بالامن هو تشجيع بالفعل للاحتلال الاسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين كما فعل بالامس. هذا الضوء الاخضر الامريكي يجب على الجميع مواجهته من خلال خطوات حقيقيه لتوفير الحمايه للمدنيين الفلسطينيين. بالامس كان هناك مظاهرات سلميه 100% خرج بها الفلسطينيين ووجهت من خلال هذه الاعتداءات المقر الاحتلال. بتتحدث حضرتك عن ضوء أخضر أمريكي للمزيد من القمع الإسرائيلي للفلسطينيين المدنيين، وأيضا يأتي هذا في ظل فشل الجلسة الطارئة لمجلس الأمن في التوصل لبيان مشترك بشأن الوضع المتدهور في غزة. هل تعولون على التحركات الدولية خاصة ما تحدثت عنه روسيا من أجل نصرة القضية الفلسطينية؟ نحن نعول أولا على شعبنا وعلى الدول العربية الشقيقة و ايضا على الاصدقاء في العالم من اجل يكون هناك تحرك على كل المستويات وبخاصه في المؤسسات الامم المتحده من عقد جلسه خاصه مجلس حقوق الانسان تبع الامم المتحده حتى يكون هناك قرارات وقف هذه الاعتداءات الاسرائيليه وتوفير اشكال من الحمايه الدوليه لشعبنا الفلسطيني ودعم صمود شعبنا الفلسطيني وايضا العمل على المستوى الداخلي من خلال تحقيق الوحده الوطنيه الفلسطينيه التي تجلت بالامس من خلال هذه الوحده الشعبيه التي لم يكن هناك اي نوع فصائلي طرح في هذا الموضوع، بل كان العنوان الرئيسي فلسطين هي اكبر حشد عام للفلسطينيين بصفه عامه. السيد امجد الشوا مدير شبكه المنظمات الاهليه الفلسطينيه كنت معنا عبر الهاتف من غزه، شكرا جزيلا لهذه المداخله. ومعنا من غزة سيد أكرم عطالله المحلل السياسي. سيد عطالله، كيف ترى مستقبل الأيام القادمة في ظل الوضع الموجود، إضراب شامل وحداد وطني؟ إذن كيف تقرأ الأيام القادمة؟ يعني تحياتي لكم ولجميع السيدات والسادة المشاهدين، رحم الله الشهداء، أمين، تمني الشفاء العاجل للجرحى. واضح انه يمكن ان تتدحرج الصدام بين الفلسطينيين والاسرائيليين. واضح انه اسرائيل مارست بطشا غير عاديا، معنى انه بالامس صحيح انه كان هناك عشرات الاف في كل منطقه، ولكن في الخمس مناطق خمس محاور التي تحددت، ولكن لم يكن اي من الفلسطينيين يحمل اي من انواع السلاح. واعلن ذلك ان المسيره سلميه وان المسيره سلميه وليست عنفيه ولا تنوي الصدام العنيف مع اسرائيل. بالمقابل اسرائيل كانت تنشر وحدات خاصه وقناصه ودبابات ومصفحات وطائرات، كلها يعني كان ادوات قاتله. الفلسطينيين لم يحملوا ادوات قتل واسرائيل كانت تتحضر بكل انواع ادوات القتل، وبالتالي انا اعتقد انه قد تشهد الايام القادمه مزيدا من الصدامات، قد تتحول الى عاده على الحدود اذا لم يتخذ قرار بتعليق المسيرات، لانه الحديث عن مسيرات قد تستمر لمده شهر ونصف وصولا ليوم الذروه، اليوم الكبير، يوم 15 من ايار، وهو يوم النكبه والذي يتصادف مع اقامه دوله اسرائيل. نعم. هذا هو اليوم الكبير والذي سيشهد اعلى في المواجهات، والفلسطينيين يتحدثون عن زحفا جماهيريا وعوده الى الاراضي التي هجروا منها عام 48. انا اعتقد انه اذا استمرت الحاله على ما هي حاليه، اسرائيل ستستخدم كل انواع القوه وتبطش اكثر بالفلسطينيين، تسعى الى كي وعي الفلسطينيين، لانه ما يفعله الفلسطينيون هو اكبر من صدام عاديا. ما يفعله انه يعيدون تغيير الروايه الفلسطينيه، واسرائيل تتجهز للاحتفال بقيامها الذكرى 70 لقيامها. يظهر الفلسطيني هنا من رماد التاريخ ويقول انه سيعود ياخذ ارضه وان اقامه اسرائيل هي اقامه غير شرعيه وغير مقبوله. طيب. بينما اسرائيل تتحدث، هذا في تفكيك لروايه الخطاب الصهيوني القائم على حوده اسطوريه ميثولوجيه عمرها 3000 عام. حصل فشل للجلسه الطارئه لمجلس الامن، وروسيا دعت الاسرائيليين والفلسطينيين الى الجلوس برعايتها في محاوله لاحتواء الامر. هل يتوقع او ترى انه هناك قدره في ظل فشل جلسه مجلس الامن لروسيا على رعايه محادثات مثمره؟ لا لا، على الاطلاق. اولا اسرائيل محميه، هناك حمايه، هناك غطاء، يعني المجال السياسي الاسرائيلي يحظى بشبكه امان غير عاديه بعد وصول الرئيس ترامب.
للحكم، وبالتالي إسرائيل تتصرف اعتبارها دولة فوق القانون، تخرج لسانها للعالم، كل العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تشارك في صنع القرار الأمريكي ويتضع خطط المواجهة وخطط الحل والتصفية مع الفلسطينيين، البرنامج الأمريكي وبرنامج إسرائيلي بامتياز. وبالتالي لماذا تذهب لروسيا وغيره طالما أنه في ظهرها دولة كبيرة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية؟ لذا فإنه الحديث عن أوروبا والحديث عن الدور الروسي، هو أعلن على وسائل الإعلام أنه الرئيس الروسي كان قد اقترح لقاء بين الرئيس أبو مازن محمود عباس وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونتنياهو هو من رفض اللقاء ويشعر بفائض قوة مسلحا بالدولة الأمريكية نفسها، والتي يعني تجعله يتصرف بنشوة وبغرور غير عادي لم تمره إسرائيل منذ إقامتها. أشكرك شكرا جزيلا من غزة سيد أكرم عطلة المحلل السياسي. شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات جوية مكثفة استهدفت تعزيزات ومواقع ميليشيا الحوثي في منطقة فضحة بمحافظة البيضاء اليمنية. أسفرت الغارات عن قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي وتدمير وإحراق أسلحة وعربات نقل وذخائر تابعة للحوثيين. يأتي هذا بينما تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض وتدمير صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي على نجران جنوبي المملكة. من ناحية أخرى أفادت مصادر محلية بمقتل أكثر من 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي في قصف لمروحيات الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي في محافظتي صعدة وحجة. أصدر البيت الأبيض بيانا شديد اللهجة اتهم فيه الحوثيين بتعطيل العملية السلمية باليمن. وقال البيت الأبيض في بيانه إن الحوثيين ردوا على جهود الأمم المتحدة لاستعادة العملية السياسية في اليمن بالتهديد بشن المزيد من الهجمات السياسية. وأكد البيان أن تصريحات الحوثيين تشكك في التزامهم بالعملية السلمية، مشددا أن استمرار الهجمات الصاروخية الحوثية تؤكد استمرار الحرس الثوري الإيراني في عرقلة العملية السياسية باليمن وزعزعة الاستقرار بالمنطقة. إلى ملف الأزمة السورية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات السورية ومسلح المعارضة في حي المنشية ومنطقة السوق في مدينة درعا بجنوب سوريا. يأتي ذلك فيما تعرضت مناطق تابعة لسيطرة المعارضة المسلحة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماه الشمالي لغارات جوية مكثفة، كما استهدفت غارات أخرى عدة مناطق. إدلب السورية جنة الهاربين من جحيم الغوطة الشرقية ليست هي الأخرى بمنأى عن ألسنة اللهب، حيث شهد ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي غارات جوية ومدفعية مكثفة من قبل مقاتلات جوية خاصة في القطاع الجنوبي منها، استهدفت منطقة خان شيخون ومحور أم جلال ومحاور أخرى، كما شهدت مدينة جسر الشاغور قصفا صاروخيا على مدار 24 ساعة الماضية. مناطق أخرى في ريف حماة الشمالي تعرضت لقصف صاروخي مكثف ومتواصل استهدف بلدتي كفر زيتا واللطامنة دون معلومات عن خسائر بشرية تذكر، وذلك بعد هجوم شنته الفصائل المعارضة على القوات السورية بالصواريخ المدفعية في محور الزلاقيات بريف حماة الشمالي. مدينة درعا جنوب سوريا شهدت أضرارا مادية بالغة خلال تبادل للقصف العنيف بين القوات السورية ومسلح المعارضة، خاصة في حي المنشية ومنطقة السوق، في حين تجدد القتال بين فصائل معارضة متناحرة في عدة مناطق من ريف حلب الغربي. ناشطون سوريون أفادوا أن مقاتلات حربية غير معلوم من هويتها استهدفت عناصر تنظيم داعش في بلدة البغوز بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد معارك عنيفة شهدها مثلث الميادين أسفرت عن مقتل العشرات من التنظيم الإرهابي بينهم قيادي في التنظيم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنه تم نقل أكثر من 38 ألف مسلح مع عائلاتهم من مدينة عربين بالغوطة الشرقية إلى مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب. وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 150 ألف شخص من الغوطة الشرقية ومنذ بدء عمل الممر الإنساني، وذلك بعد أن خرجت القافلة الأولى من الدفعة السابعة للمغادرين من الغوطة الشرقية إلى شمال سوريا، والتي تضم 50 حافلة على متنها 2500 شخص. وأضاف البيان أنه تقرر تمديد الهدنة الإنسانية لخروج المسلحين المتبقين من فيلق الرحمن من الغوطة الشرقية، فيما لا تزال المفاوضات جارية بين ما يطلق عليه فيصل جيش الإسلام والمفاوضين الروس للتوصل إلى اتفاق نهائي حول خروج مسلحي من منطقة دوما بالغوطة الشرقية. تضارب في الأنباء حول التوصل إلى اتفاق بين روسيا وفصيل ما يعرف بجيش الإسلام بهدف خروج الفصيل المسلح من مدينة دوما التي يسيطر عليها بالغوطة الشرقية بريف دمشق. فمن جانب أعلن فصيل جيش الإسلام أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق لإجلاء مقاتليه من الغوطة الشرقية، مؤكدا رفضه للمطلب الروسي في المفاوضات المستمرة بضرورة تهجير مسلح الفصيل من المدينة. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية التوصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل المسلحة غير الشرعية لخروج مقاتلين وأفراد عائلاتهم من مدينة دوما في مستقبل قريب دون أن تدلي بأي تفاصيل أخرى في هذا الشأن. انسحاب الجماعات المسلحة من الغوطة الشرقية من المقرر أن يكتمل في القريب العاجل وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، وسوف تسلم لنا الجماعات المسلحة عند مغادرتها المدينة خرائط الألغام والأنفاق الأرضية، وتطوعوا من جانبهم بتطهير المنازل من الألغام وإزالتها من الطرق والحواجز. وتوصلت روسيا تباعا مع فصيلي ما يعرف بحركة أحرار الشام في مدينة حرستة وفيلق الرحمن في جنوب الغوطة الشرقية إلى اتفاقين تم بموجبهما إجلاء أكثر من 36 ألف شخص إلى منطقة إدلب بعدما باتت تسيطر قوات الجيش السوري على أكثر من 90% من مساحة هذه المنطقة قرب دمشق. وتشهد المدينة التي يقيم بها نحو 200 ألف شخص وفق تقديرات للمجلس المحلي تدفق نازحين منها بشكل يومي عبر معبر الوافدين إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية التي تنقلهم إلى مراكز إيواء في ريف دمشق. وأكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن نحو 144 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ بدء العمل بالهدنة الإنسانية في 28 من فبراير الماضي. شن مقاتلون أكراد بناحية شرع في مدينة عفرين شمال سوريا عملية نوعية ضد الفصائل السورية المدعومة من أنقرة، أسفرت عن مقتل 30 عنصرا إنسانيا. قال المنسق الإنساني للأمم المتحدة في سوريا علي الزعتري إن أعداد النازحين من مدينة عفرين جراء العمليات العسكرية التركية فيها يفوق عدد الفارين من الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن الجيش التركي لم يعلن حتى الآن عن دخول أي قوافل إغاثة للمدينة. وأشار المنسق الأممي إلى أن أعداد النازحين من عفرين بلغت 180 ألف نازح، مطالبا بتسهيل توصيل المساعدات وتقديم الإغاثة لهم. أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لإعادة إعمار سوريا، كما عبر عن أسفه لما اعتبره تبديد لواشنطن لسبعة تريليونات دولار في حروب الشرق الأوسط. جاء ذلك بعد يوم من خطاب الرئيس الأمريكي أمام عمال في مدينة راتشفيلد بولاية أوهايو أن أعلن فيه أن بلاده ستنسحب من سوريا في القريب العاجل. يذكر أن الولايات المتحدة تنشر أكثر من 2000 جندي في شرق سوريا لمساندة ميليشيات سوريا الديمقراطية في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي.
والمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف من دمشق الدكتور إبراهيم زعير أستاذ الإعلام بجامعة دمشق. دكتور، كيف ترى وتتابع تطورات الوضع الميداني والإنساني بسوريا في ظل تواصل القصف والاشتباكات؟ يعني بطبيعة الحال أعتقد أن الوضع يسير باتجاه الأفضل، ولا سيما في محيط دمشق في الغوطة الشرقية، لأن عمليا جميع المناطق التي خرج منها الأهالي بعشرات الآلاف، الدولة قامت بتحسين الظروف في بعض المدن وخاصة حرسة والتي نظفت تماما من الإرهابيين، والآن أعادت الكثير من المسائل الحيوية من أفران ومياه، وبدأت بالكهرباء أيضا لكي يعودوا، وبدأ أهالي حرسة العودة إلى منازلهم وبيوتهم في تلك المنطقة. والعديد من المناطق الأخرى أيضا الدولة تجهزها لكي تكون مناسبة لهم للعودة إلى منازلهم. لذلك المسألة المستعصية حتى الآن التي لم يتم التوافق حولها حتى النهاية هي دوما بطبيعة الحال، وهذه المنطقة معقدة جدا على ما يبدو. بعد أن وافق محمد علوش وجيش الإسلام الإخواني المتطرف الوهابي عمليا تراجعوا عن مواقفهم، ولدينا تقديرات بأن جاءهم الأوامر بأن لا يخرجوا من المنطقة. لذلك أعتقد الآن حتى الآن يوجد مفاوضات، وبالتالي فهم خيروا إذا أرادوا البقاء في دوما فليبقوا، ولكن منزوعي السلاح تماما ويتشوى أوضاعهم أو الخروج إلى إدلب. لذلك أنا بتقديري أرادوا الخروج إلى مناطق أخرى، والهدف من ذلك هو أن يستمروا كعدوات بيد من يشغلهم للانقباض على الجيش العربي السوري والدولة السورية والمزيد من القتل والتخريب. دكتور، أود الوقت أن يمضي بنا قبل أن أسألك على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي جمد فيها 200 مليون دولار كانت مخصصة لإعادة إعمار سوريا، وما يتعلق أيضا باعتزامه سحب قوات بلاده من سوريا. الموقف الذي اتخذته روسيا والنجاحات التي حققها الجيش العربي السوري افقد الولايات المتحده مجرات وجودها اصلا، سيما ان ادواتها التي استخدمتها ولا سيما التنظيمين السرديين الذين انسحبوا كثير منهم الى منطقه عفرين، يعني أدت إلى أضعاف هذا التنظيم، وبالتالي اعتقدت الولايات المتحدة واقتنعت بأنه لا جدوى من هذه النفقات الكبيرة عليهم، سيما أنها تمنح رواتب شهرية لعشر آلاف مسلح، وكان لديها تطلع لكي تغطي نفقات ورواتب بين 60 إلى 65 ألف مسلح، ولكن هؤلاء لم يقيد لها أن تؤمنهم، ولا سيما بعد عدم السماح المجموعة الإرهابية في الغوطة الانتقال إلى جنوب سوريا أو المناطق التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، وهذا ما أدى إلى فقدانها الأمل، وهي لا تريد بطبيعة الحال المجابهة المباشرة إن كان مع الجيش السوري أو حلفائه وخاصة مع روسيا، لذلك ليس لها أي معنى وجودها. أو لدينا أهداف أخرى ربما والولايات المتحدة كثيرة عدوانية. شكرا جزيلا دكتور إبراهيم زعير أستاذ الإعلام بجامعة دمشق. إلى العراق، حيث أحبطت القوات العراقية هجوما إرهابيا لتنظيم داعش على نقطة أمنية مرابطة قرب مدرسة شمال شرقي بعقبة. وقعت اشتباكات بين المهاجمين والقوات الأمنية التي تمكنت من قتل أحد الإرهابيين وعثرت على عوة ناسفة كانت موضوعة على جانب إحدى الطرقات. من جهة أخرى، أطلقت قوات الحشد الشعبي عمليات تفتيش وتعقب واسعة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوب الطوز بمحافظة صلاح الدين بمشاركة قوات من الشرطة الاتحادية والرد السريع وطيران الجيش العراقي. تأتي هذه العملية بعد أن شهدت جنوب الطوز خلال الفترة الماضية عمليات استهدفت المواطنين وعناصر الأمن تبناها التنظيم الإرهابي.
لوح الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي حال حاولت تركيا استخدام سفينة خاصة بها لأغراض الحفر في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وأشار نيكوس خلال مقابلة مع التلفزيون اليوناني إلى أنه حال حدوث ذلك فإن الحكومة ستستنفد كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية المتاحة لها. وأضاف الرئيس أن الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات الأممية في يوليو الماضي يرجع إلى مطالب ومواقف أنقرة غير المقبولة. اتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الاستخبارات الأمريكية بمحاولة تجنيد الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم واشنطن تضامنا مع بريطانيا على خلفية قضية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال في بريطانيا. تزامنا أعلنت الخارجية الروسية أنها أبلغت لندن طرد 50 دبلوماسيا بريطانيا من البعثات الدبلوماسية في روسيا، كما قامت بطرد دبلوماسيين آخرين من 20 دولة ردا على قرار مماثل لهم، وذلك في إطار قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سكريبال. بوادر حرب باردة جديدة تلوح في الأفق بين روسيا والغرب. الخارجية الروسية أعلنت التعامل بالمثل مع كافة الدول التي أعلنت طرد عدد من دبلوماسييها على خلفية واقعة تسميم الجاسوس المزدوج سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا في الرابع من مارس الجاري. واستدعت الخارجية الروسية سفراء 23 دولة بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبولندا لإبلاغهم إجراءات الطرد، مؤكدة أنه تم تسليم السفراء مذكرة تنص على إعلان عدد من الموظفين الدبلوماسيين أشخاصا غير مرغوب فيهم احتجاجا على الاتهامات غير المنطقية وعلى عمليات طرد دبلوماسيين روس. أعتقد أننا فعلنا الصواب، كان علينا أن نرد، والوقت قد حان كي نتوقف عن وصفهم بأنهم شركاء وأن نبدأ بوصفهم أعداء كما كان الأمر في الأيام الخوالي. كل هذا يفضي إلى اشتعال الموقف بين البلدان. الحرب الباردة التي رأيتها بالفعل في حياتي لا أريدها أن تبدأ من جديد. وأكدت روسيا أنها غير مسؤولة عن هذه الحرب الدبلوماسية المتصاعدة، إذ أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ليست هي من بدأ تبادل العقوبات أو تبادل طرد الدبلوماسيين. أعتقد أن العقوبات التي طرحت ضدنا غير عادلة، لذا علينا أن نطرح عقوبات ردا على الظلم الواقع علينا. هذا لن يؤدي إلى أي خير. ما الذي يمكن قوله هنا؟ كل شيء يشتعل، لا أدري كيف سينتهي هذا. بذلك ترد موسكو بطرد عدد ممثل للدبلوماسيين المنتمين إلى كل بلد سبق أن طرد دبلوماسيين روس. وكانت الولايات المتحدة أول من تم إبلاغها بطرد 60 من دبلوماسييها مساء الخميس الماضي ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن. روسيا قررت أيضا إجراءات جديدة بحق بريطانيا، وأمهلت لندن شهرا لتقليص طاقمها الدبلوماسي في روسيا بحيث يصبح مساويا لعدد الطواقم الدبلوماسية الروسية في المملكة المتحدة. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعض الفاصل. انتشار موسع للشرطة الفرنسية ورفع حالة التأهب بمناسبة عيد الفصح. الوطنية للانتخابات تعلن عدم تلقيها أي طعون على الانتخابات الرئاسية خلال الموعد المحدد حسب الجدول الزمني، وأن النتيجة الرسمية في 2 أبريل المقبل.
إضراب شامل يعم البلدات الفلسطينية حدادا على أرواح شهداء المجزرة الإسرائيلية في يوم الأرض. الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر صاروخا باليستيا فوق نجران، والتحالف العربي يستهدف تعزيزات لميليشيات الحوثي بالبيضاء اليمنية. الآن أولى وقفاتنا ضمن هذه التغطية الإخبارية الشاملة، النشرة الاقتصادية. أخبار الاقتصاد بصحبة الزميلة بسنت خطاب. مساء الخير بسنت. شكرا كريمة ودكتور علي، ومرحبا بك مشاهدينا. هذه وقفتنا الاقتصادية، وفيها بعد الفاصل وزير التجارة والصناعة يقرر السماح باستيراد سيارات ركوب المستعملة الكهربائية عدا الموتوسيكلات بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات. أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل قرارا بالسماح باستيراد سيارات ركوب المستعملة الكهربائية عدا الموتوسيكلات بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك. وقال قبيل إن استثناء استيراد السيارات الكهربائية من القواعد التي تقضي بأن يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات ركوب خلال سنة الموديل يأتي تشجيعا للسوق المحلي للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة التي لا تستخدم أي مصدر من مصادر الوقود التقليدية وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية. بحث خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام مع يوليوس جورج لوي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على صعيد الشركات التابعة للوزارة والجانب الألماني. وأكد الوزير على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين في مجالات متعددة والحرص على تبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في ألمانيا بعدة مجالات، حيث استعرض القطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها. كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل أضخم طرح لأراضي المواطنين والمستثمرين والوحدات السكنية ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح الأراضي السكنية والاستثمارية وأراضي الخدمات والوحدات السكنية لعام 2018-2019. وأشار وزير الإسكان مصطفى مدبولي إلى أن خطط الهيئة تشمل طرح نحو 76211 قطعة أرض سكنية وخدمية بالمدن الجديدة وما يصل إلى 100,000 وحدة سكنية، إلى جانب عدد من الأراضي السكنية الكبيرة للمستثمرين العقاريين وأخرى مخصصة للخدمات. إلى سوق الذهب المصرية، حيث شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا بعدما أغلق السوق نهاية الأسبوع على تراجع ملحوظ بلغ 6 جنيهات تأثرا بتراجع أسعار الذهب العالمية، حيث بلغ متوسط سعر الجرام من عيار 24 بالمحال نحو 744 جنيها، وسجل جرام الذهب من عيار 21 نحو 651 جنيها، في حين وصل متوسط الجرام من عيار 18 إلى 558 جنيها. تعهد قادة الدول الست على طول نهر الميكونغ اليوم السبت بتعزيز التعاون مع تجمعهم لقمة الميكونغ 6 الكبرى في العاصمة الفيتنامية هانوي، وقد حضر القمة أكثر من 2000 من رواد الأعمال حتى يتمكنوا من عمل شبكة وخلق فرص أعمال في المنطقة. وتضم مجموعة الميكونغ ميانمار وتايلاند ولاوس وكمبوديا وفيتنام والصين.
يذكر أن بنك التنمية الأسيوي بدأ برنامج التعاون الاقتصادي لمجموعة الميكونغ في عام 1992 ليوفر الدعم المالي والتقني للدول الأعضاء مع الاستثمار في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية. يجب أن نعزز تبادل المعلومات والقيام بدراسات مشتركة حول الإدارة المستدامة للموارد، بما في ذلك موارد المياه بنهر الميكونج. فمجموعة دول الميكونج يجب أن تتطور وتتوسع وتعزز التعاون في التنمية والحماية البيئية. على مدى السنوات 25 الماضية ظلت دولنا الستة التي تغذت بالنهر المشترك والأراضي الزراعية المشتركة على الدوام ملتزمة بالتعاون الصادق، وقدمت الدعم لبعضها البعض، وعملت معا لاستكشاف مسار تنموي يناسب ظروفنا الوطنية، مما يحرز تقدما ثابتا نحو الاستقرار والازدهار، ومما جعل أنفسنا محركا هاما للنمو الاقتصادي في آسيا. نهاية أخبار الاقتصاد، وهذه عودة من جديد لزملائي لمواصلة بانوراما. شكرا بسنت. أعلنت الداخلية الفرنسية رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى لها تحسبا لوقوع أي عمل إرهابي خلال الاحتفالات بعيد الفصح. وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة في محيط الكنائس والمعابد اليهودية، لافتة إلى نشر 41 ألف شرطي و29 ألف جندي درك لتأمين الأرض الفرنسية اعتبارا من اليوم وحتى 7 أبريل القادم. يأتي ذلك في عقاب الهجمات الأخيرة التي وقعت بجنوب فرنسا وأسفرت عن سقوط 4 قتلى. وصلت ملالا يوسف زاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام إلى مسقط رأسها وادي سوات في باكستان في أول زيارة لها منذ الاعتداء الذي استهدفها وكاد يودي بحياتها في العام 2012. وتقوم الشابة البالغة من العمر الآن 20 عاما بزيارتها الأولى لبلدها الأم وسط تدابير أمنية مشددة منذ أن أصيبت برصاصة في الرأس أطلقها عليها عناصر من حركة طالبان حيث كانت ترتاد المدرسة. بعد 6 أعوام منذ محاولة اغتيالها، عادت ملالا يوسفزاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام إلى مسقط رأسها وادي سوات في باكستان في أول زيارة لها منذ الاعتداء الذي استهدفها وكاد يودي بحياتها عام 2012. وأجرت ملالا زيارة مدتها 4 أيام في باكستان، حيث التقت رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي، كما ألقت كلمة في البرلمان الباكستاني. كانت ملالا البالغة من العمر الآن 20 عاما قد أصيبت برصاص في رأسها أطلقه عليها عناصر من حركة طالبان في منغورا كبرى مدن سوات، حيث كانت ترتاد المدرسة، ما استدعى نقلها في حالة حرجة إلى بريطانيا حيث تقيم منذ ذلك الحين. ومع عودتها إلى مسقط رأسها لاقت ترحيبا كبيرا من المواطنين لشجاعتها وقوتها. كان هناك الكثير من الأميين يرغبون في عدم ذهاب الفتيات للمدارس، الآن أصبحوا أكثر معرفة ويعلمون جميع بناتهم. أنا سعيدة للغاية لعودة ملالا ونحن ندعمها في مهمتها وجميع الفتيات هنا في انتظارها. الناشطة الشابة تحولت إلى أحد أبرز وجوه الكفاح ضد التطرف ومن أجل حق النساء في التعليم في العالم، وحازت جائزة نوبل للسلام عام 2014 بالاشتراك مع الهندي كايلاش ساتيارثي. وتدرس ملالا حاليا الاقتصاد والفلسفة والعلوم السياسية في جامعة أكسفورد، وصنفتها مجلة تايم كواحدة من أكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم ل3 أعوام، وأصبحت رمزا عالميا لصمود المرأة في وجه القمع. بانوراما النيل لا تزال مستمرة مع حضراتكم، وفيها من أخبارنا الخفيفة بعد الفاصل. غرفة التحطيم ابتكار في دبي كمتنفس لروادها للتعبير عن غضبهم.